التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. برنامج أبيض أسود يعود لكم مرة أخرى في الجزء الثاني، يتكلم عن الأحلام، هل هو حلم أم فراسة؟ الحلم طبعا هل هو علم أم فراسة؟ كل ذلك ناقشه في ثنايا الحلقة. ستكلم عدد من النقاط والمواضيع، أبرزها تفسير الأحلام ومفسرون الأحلام، هل هم مرجع بذلك؟ استغلال عاطفة الناس، بعض المفسرين يستغل عواطف الناس. الأصل في التفسير، ما هي أصول التفسير وما هي الرؤى وما فرق بينها وبين الأحلام؟ كل ذلك ناقشه في ثنايا الحلقة مع ضيوفي الأستاذ عبد الله البحاني. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، مرحبا بك. في الجزء الثاني. أهلا وسهلا، حياك الله. أهلا والله. أيضا أرحب بالأستاذ ناصر الإحبابي المعبر الأحلام. أهلا وسهلا بك أستاذ ناصر. أهلا والله، مرحبا فيكم، حياكم الله. أيضا أرحب بكم أنتم مشاهدين الكرام مرة أخرى، نسعد بمداخلاتكم. الأرقام تظهر على الشاشة بين الفينة والأخرى، وأيضا كذلك عبر التواصل التي تظهر على الشاشة بين الفينة والأخرى. وعلى بركة الله نبتدي حلقتنا لهذا اليوم. في بادئ البدء، قرار جميل وقرار أغلق جميع المنافذ التلاعب من بعض المعبرين، وقرار وزارة الثقافة والإعلام تشكر على هذا القرار الذي أصدرته بمنع برامج تفسير الأحلام عبر شاشات التلفزيون. أنا لا أتكلم عن المعبرين بأكملهم، إنما أقول البعض استغل في التلاعب، فأتى هذا القرار الذي كان مبنيا على توصية من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. شكرا لوزارة الثقافة والإعلام على هذا القرار الجميل الذي أغلق برامج الأحلام، للأسف بعضها أصبحت استغلال، وهذا القرار أتى في صالح جميع المواطنين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في قرار مباركا. طبعا تشاهدون الهاشتاج أبيض أسود أمامكم الآن يظهر على الشاشة، شاركونا عبر الهاشتاج. سوف بعد قليل نطرح بعض كل ما كتبتوه في الهاشتاج من صالح هذا البرنامج. أيضا كذلك سيكون معنا تقارير تشاهدونها بإذن الله عز وجل في ثنايا الحلقة، تقرير الداعية ضاوي الشيباني بتفسير رؤية عن ما يثار في الرياضة هذه اليومين ببقاء الكابتن سامي الجابر، وأيضا كذلك ما يثار أيضا كذلك ببطولة الكاس آسيوية. طبعا هذه تفسير أحلام قد تقع وقد لا تقع، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، وكل مفسر يتكلم يتحمل بما قال به أو بما تكلم عنه. طبعا نأخذ هذه الرؤى ونعرضها على ضيوفنا اليوم، ونحن في بادئ البدء. البرنامج لا يستقبل رؤى وأحلام، إنما يناقش جانبا من جوانب الرؤى والأحلام، وأخذت كذلك حيزا في الرياضة. كما أقول وأؤكد مرة أخرى، الرؤى تصيب وتخطي، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، وكل معبر يتحمل بما قاله. بادئ الحلقة، طبعا دعوني أتكلم، نلتزم بالوقت، اتفقنا؟ إن شاء الله. جميل، حيكون بإذن الله هناك بالوقت لكل ضيف أن يجاوب بإذن الله بدون مقاطعات الآخرين، وأنا أولكم إن شاء الله بإذن الله. طبعا طيب، موضوع الحلقة اللي هو تفسير الأحلام، سنبقى هل هو العلم أم فراسة؟ نعم، هل هو فراسة أم علم؟ يظهر على الشاشة الآن في أسفل الشاشة. أستاذ عبد الله، تفسير الرؤى والأحلام الكثير يستغل عاطفة المشاهد، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. من أي ناحية استغلال بعض المعبرين الأحلام بوضع مثلا خط 700 أو بوضع بعض الخطوط مثلا تكون أيضا كذلك على جوالي، أو مثلا استغلالات، أنا لا أتكلم بالإجمال، البعض منهم جزئية في عواطف بعض مثلا المتصلين أو عواطف مثلا معبرين الأحلام، وأنا ما أقدر أحكم عليهم. دقيقتين. طيب، أنا ما أقدر أحكم على المعبرين إذا هم يسووا ذي الخطوط عشان يستغلوا الناس وأموالهم، أو إنهم أصلا يستغلوهم بأنهم يطلبوا، ممكن غير الاتصالات 700 و7000 ممكن يطلبوا مثلا فلوس يقول له أرسل لي فلوس وأنا عبد لك، هذه أنا ما أدري عنها، كل واحد بنيته. وإذا كان المؤول أو المعبر يستغل الناس هذا بينه وبين ربه، أنا ما أقدر أحكم في شيء أنا ما أعرفه. أنا أحكم في شيء أنا أعرفه، لكن هم يعرفوه ما يعرفوه، هم يسووا هذه الأشياء يستغلوا الناس، سواء يستغلوهم بفلوسهم أو حتى في ممكن يستغلوهم إن ما عندهم علم، بس يبينوا إن عندهم علم، يعني ما هي مادية بس المسألة شخصية، إنه يبين للناس إن أنا عندي علم وإن أنا عندي فراسة في هذا العلم وإن أنا يعني متحكم في هذا العلم. ممكن هذا برضو ضحك على الناس، هذه أنا ما أقدر أجاوبك على هذا السؤال. نعم.
إذا تقول يعني هناك كنت يعني لا أعلم هل هناك. إذا هم يستغلوا الناس بفلوسهم أو أنهم يستغلوا الناس بأنهم عندهم علم هم وما عندهم علم، يعني زي العامين ما يدري عن المؤول الصحيح والغير صحيح، فممكن هذا المؤول أو المعبر يستغل الناس أنه مؤول، هو مو مؤول، هذا برضه استغلال، مو لازم تكون مادية. هذه برضه إذا هو يسويها هذه ترجع له، أنا ما أقدر أحكم فيه أحكم فيها. أنا أسألني سؤال عن شيء في العلم، لكنه أنهم يستغلوا ما أدري والله أعلم. طيب وش رايك بالاستغلال؟ من يستغل ما يجوز من غير علم، ما يجوز انك تستغل اخوك المسلم من غير علم. طيب هل هو هذا العلم بشهاده؟ يكون مثلا الرجل يا المفسر ان يكون مثلا عالما حاصل على كليه الشريعه خاتما لكتاب الله عز وجل مثلا حافظا الأربعين النوويه من الحديث، هل يشترط بذلك؟ طبعا هو اصل هذا العلم لابد انك انت تكون انت ملم بالامور الشرعيه بغض النظر انت دارس ولا انت دارس، يعني مو قصدي دراسة جامعية أو مدرسية، لا ممكن أنت دارس ثانية ركبك عند أهل العلم، أخذت حفظت القرآن وحفظت الاستدلالات من القرآن وأخذت 260 حديث عن الرؤية. طيب عند الرسول عليه الصلاة والسلام. انتهى وقتك. طيب تفضل أستاذ ناصر، تفضل دقيقتين أمامك. والله أنا يعني ما أجزم، لكن اعتقادي الكبير أنه يعتبر استغلال لما تكون الدقيقة بعشر ريال على السبع آلاف أو تكون بستة ريال على السبعمية. فمعظم اللي موجودين الآن في التعبير تجد أنه مثلا بخلال ما يعبر خلال دقيقة إلى دقيقة ونص لا يستمر، يعني يجيب أمثلة من الحديث مثلا ثم آية قرآنية ثم يقول أنا عبرت الرؤية عن طريق كذا واستدليت بكذا، وكيف تعرف لازم أنه كذا حتى يقنع المتصل. نهاية الوقت 30 دقيقة، 30 دقيقة تحسب من 10 ريال، احسب مبلغ كبير جدا، أنا أعتبره استغلال. أعتبره استغلال، وحتى لو يعني ذكر أنه غير استغلال أقول استغلال، تستفيد المعبر، يستفيد تستفيد القناة، المتضرر الوحيد هو المتلقي، هو الشخص المتصل. أي نعم. نعم. طيب 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 لماذا يكون غالبا يكون مثلا متصلين النساء أو الاستهداف دائما من معبرين للنساء، بعض المعبرين وليس كلهم؟ نعم، لأنهم أكثر يعني أكثر الناس تعلقا بالرؤى أكثر هم النساء. أنا أتكلم عن نفسي، معظم يمكن 90% إلى 95% نساء، لكن وثم يأتي رجال الأعمال ثم بعض الشباب يعني أو كبار السن كذلك يعبرون، لكن الأغلبية العظمى من النساء في تعبير الرؤى. يعني تشوف أن هناك أغلبية كاملة أنه من عنصر نسائي. النسائي نعم. نعم. وهم أكثر استغلالي. القرار جاء لإغلاق هذا التلاعب. فضل الله سبحانه وتعالى. نعم. وزارة الثقافة والإعلام. نعم. القرار كان بسبب خروجي في أحد القنوات وتكلمت بإسهاب عن تعبير الرؤى أحد القنوات الفضائية وكان فيها معبرين كثير. فبعدها بشهر استدعيت وأدليت بدلوي في تعبير المشكلة اللي صار في تعبير الرؤى، وفعلا صدر الأمر، والأمر أساسا موجود سابقا لكن لم يطبق. نعم. الحمد لله صدر وطبق. الآن صدر وطبق. صدر وطبق. وأنا أتكلم من هذه إن شاء الله أنها سنة حسنة فعلتها. نعم. وأنه جميل جميل. منعنا التعبير. طيب. أنه حتى لا يستغل كثير من الناس. نعم. انتهى وقتك الآن دقيقتين. دعوني الآن في نقطة معينة. الآن لكل جهة لها مرجع، ولكن للأسف أنا أشوف يعني الآن بعض التعبير الأحلام بحثت لم أجد. دعونا أسأل ضيوفنا. أستاذ عبد الله، هل أنا تعبير الأحلام لها مرجع أو لكم مرجع أنتم معبير الأحلام؟ طبعا المرجع الكتاب أو جهة تتمناكم؟ لا، من أي ناحية؟ يعني الآن مثلا، الآن خلينا نقول الآن مثلا المساجد لها مرجع وزارة الشؤون الإسلامية. الآن معبرين الأحلام لا ما لها مرجع. هل لهم هوية؟ من يختبرهم؟ من يجيزهم؟ هل يوجد نموذج الآن ولا كل من الآن أصبح الآن يخرج ويعبر؟ لا، هي شوف، هي في الأصل المؤول الأيام والشهور والسنين هي اللي تشهره عند الناس. الأيام هي والشهور والسنين هي اللي تشهره عند الناس. وبعدين بعد 5 أو 10 سنين في هذا المجال يعرفون الناس ويثقوا في تفسيراته ويعرفوا أنه هذا الرجل استند بأدلة قرآنية. نعم. وحديث نبوية وعرف ومثل بين الناس، من هنا ينعرف المؤول. لكن في مرجع يثبت لك انك انت مؤهل لهذا المكان؟ لا. لكنه في عام 1425 انا نصحوني ناس اني اروح مكتبه دائره الملك عبد العزيز رعايه الموهوبين، ورحت هناك لهم عام 1425 وقلت لهم انا في هذا المجال لي 10 سنوات. نعم. والرؤى اللي عبرها تقع، واباكم تشوفوني انا متخصص في هذا المجال ولا. بالفعل رحبوا بي وقعدت عندهم 3 شهور بين فترة وفترة يختبروني هذا،
وفعلا في النهايه صدر لي عدد في دار مجله الملك عبد او دار اداره الملك عبد العزيز رعايه الموهوبين في المجله صفحتين في هذا المجال، اني موهوب واني شبه مرخص لي من الدوله لان اكدت موهبتي وسجلت الموهبه عندهم في الكليه التقنيه وعندهم في الاداره، ورشحت واخذت جوائز من دار الملك عبد العزيز رعايه الموهوبين وسويت لقاءات في ريد الكاث وبديت انهض. معناته انه هذا مرجع اداره الملك عبد العزيز اللي يديرها كان ولي العهد ايامها، وكان مديره وزير التعليم. طيب. ويعني مسؤولين في الاداره هذه وعندهم من العلم والموهبه الكفايه، فسالوني في الاستدلالات وهذا، وكان على راسهم الاستاذ امس عليه الاستاذ عدنان الطريف ورحب بي واكد اني انا موهوب في هذا المجال، وبديت اخوض في هذا العلم بعد ما اكدت لاداره الموهوبين. ولكن كمعبر الرواة اللي يشهدوا له المؤولين ويشهدوا له الشيوخ، يعني كل ما المؤول يكلموه العلماء وكل ما يتفقهوا كل ما يتفقهوا. طيب خلينا نكمل السؤال بس اكمله. طيب. كل ما يكون المؤول لي فتره من الزمن اضيف الى ذلك شيوخ اهل العلم من اللي هم في مشهورين في المملكه العربيه السعوديه يزكوا وكلموه. طيب. فهذه استدلالات، هذه استدلالات. جميل، نتفق استاذ عبد الله، نلتزم بالوقت. طبعا. طيب طبعا. جميل، اسمح لي اقول لك انا في سؤال اخير. الان تقول انها موهبه الان، وبما انك حسب قولك الان انت اخذت شهاده الموهبه؟ انا ما اخذت شهاده الموهبه، انا اخذت اني انا انت تقول لي عدد عندهم اني موهوب في هذا المجال. طيب وين العدد؟ وين العدد الان؟ والله حسب البيت لو قلت لك جبت لك المجله. جميل جدا. طيب استاذ ناصر، كيف ترد على ما قاله الاستاذ عبد الله؟ بأن موهبة يعتبر حلم تفسير الأحلام موهبة، وأنه يعني الآن موهبين ولا يشترط أنه يكون دارس أو خريج شريعة، ولا يعني ولا ليس هناك وأظن تفسير الأحلام كذلك أنه علم وهناك ليس تقييم. أو أنا بجاوب أول شيء عن السؤال اللي سألته له. نعم. بعدين أجاوب عن هذا. هو الآن لو سمحت لي اللي هل هو في جهة لا يوجد مرجع نهائي. طيب. نهائي ما يوجد مرجع. الشيء الآخر أنه من تسبب في شهرة معظم المعبرين القنوات القنوات الفضائية، والدليل على ذلك القنوات السعودية جميعها الرسمية يمنع فيها تعبير الرؤى. نعم. فليتكلم أنه أني مثلا أنا بروح للمكان فلان ويكون تعبير رؤى، يعني أنه بيعطوني شهادة أو مرجعية. ما في أحد يعطيك شهادة مرجعية نهائيا، ما في. ومن بداية الإجابة ما في شخص أو جهة مسؤولة عنه، فكيف يكون يعطوك شهادة؟ يعني ما في شهادة؟ لا ما كلامك في نعم. لا في البداية الآن الآن هو ذكر الضيف الله يحفظه أنه ما في مرجعية للمعبرين الرؤى. طيب اللي يعطيك الشهاده لازم يعطيك المرجعيه، اذا ما في مرجعيه ما في احد يقدر يعني يعطيك شهاده. طيب. الشيء الاخر بالنسبه للكتابات، من الكتابات انا عندي استطاعت الرجوع للانترنت الان، الدخول وتكتب مفسر الاحلام ناصر محمد الحبابي وتشوف تعبير الرؤى ابتداء من الربيع العربي الى رؤى كثيره جدا، الى مشاكل صارت بدول الخليج ودول العالم، وهذا كلها كما ذكرتها وقعت بالضبط. فما انا ما اعتبر هذه انها مرجع. اللي يتكلم عنه أنه الشخص أثناء تعبيره الرؤى أول شيء يتقي الله سبحانه وتعالى ويخاف الله سبحانه وتعالى، لأنك الآن تعبر لشخص متعلق بتعبيرك أنت، كنت مشهور أو لم تكن مشهور. الشيء الثاني أنه أثناء تعبير الرؤية ممكن الشخص يطلع في التلفزيون يقول والله أنا عبرت الرؤية الفلانية وعبرت أو أخا حصلت وصار شيء من القبيل، لكن لا يوجد شيء مرجع لهذا الكلام. طيب إذا استاذ ناصر أنت موهبة الآن، سألتك عن الموهبة. أنا هي فراسة من الله سبحانه وتعالى وموهبة تعتبر وموجودة بفضل الله سبحانه وتعالى. لي 32 سنة في تعبير الرؤى، وجميع الرؤى اللي أعبرها معظمها تقع، والحمد فضل الله سبحانه وتعالى من كبار رجال العلم في المملكة وكبار الشخصيات يعرفون الشيء هذا، وأنا المعبر يمكن أكون بعد الأكثر تواجدا لديهم، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. لكني ما أستدل بها أقول والله أنا أفضل معبر ولا أنا أفضل، لا. إذا ضيوفنا كله موهبة يعني لتبقى موهبة إن شاء الله. نعم. وعلى بالنسبة للعلم ما يحتاج أنه العلم مثلا يكون كتاب وسنة مثل ما ذكر أخي الفاضل. أحيانا جلوسك عند طلبة أهل العلم وحفظ الآيات القرآنية والأحاديث هذه تساعد في الشيء هذا، لأنه تكون فراسة ويكون بعد كذلك إلمام بالكتاب والسنة وإلمام مثل ما ذكر سابقا في الحلقة الأولى بالشعر والنباهة والحذاقة. طيب. مثل ما يقول. أنت نعم. وقتك أستاذ ناصر، اسمح لي في مداخلة أخيرة لك. طبعا. يعني الآن لو جلست أنا معكم مثلا الآن حلقة حلقتين ثنية الركب عندكم أنا وخلينا والمخرج بعد معنا، زين جلسنا الآن بنصير مفسرين مع يعني معكم؟ طبعا لا 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 مستحيل. طيب خلينا أخ أستاذ عبد الله، أنت قولك الآن سلمك الله ثنية الركب وجلست عند
وجلست عندهم سلام كلام ما تشترط العلم على كلامك والدراسة ولا ولأن يعني مثلا يحضر أنا ممكن أنا أجلس عندك سلام كلام وأتفرغ وأترك أشكالي وأتفرغ وممكن أصير مفسر تبقى الحقيقة في علم الرؤية أيوة تبقى الحقيقة أجل ليش قبل شوي طيب. مو حقيقة طيب. الكلام تبقى الحقيقة يعني في الأصل إنه أنا أقول أنا يعني مثلا أنا ماني معبر رؤية طيب وأقول أنا أجلس كده مع نفسي أقول أنا بصير معبر إيش الشروط اللي متبعة عشان أصير معبر ما تجي أصل التعبير لازم الله يخصك به كيف يخصك به يخليك تتأثر بكتب تقرأها أو ناس تعيش معاهم يتأثر بيهم وبعدين يهيئك الله أنك مؤول وقد الله أعطاك من أول الثقافة وأعطاك أنك إنسان اجتماعي وإنسان أصلا محسن مع الناس لأنه وصفه يوسف القرآن في سورة يوسف بالمحسن فقالوا أهل العلم أنه موهبة علم الرؤية لابد أن يكون العبد محسن يقوم الله يعطيه من هذا الإحسان هذا العلم يعني هذا العلم موهبة من الله يعطيها بعض عباده ومن يشاء منهم بقدرات ومواصفات متميزة تؤهلهم أن يكونوا موهوبين في علم الغيبيات الجزئية ترى الغيب نوعين غيب مطلق وغيب جزئي احنا نتكلم فيه جزئي فلما الله يعطيك الموهبة تقصد الغيبيات ها وش تقصد الغيبيات تتكلم عن الغيب انت مو تقول انت بعد شهر بيجيك زوجة بعد سنه بتشتري ارض مو هذا غيب بس هذا غيب جزئي هذا تفسيركم الاحلام يا شيخ اسمح لي غيب جزئي غيب اسمح لي الان وانتم زين تقولون بيصير كذا وبيصير كذا وبيصير طيب هذا غيب جزئي مو غيب مطلق غيب جزئي اشرح لي اشرح الغيب جزئي غيب مطلق اني انا اقول لك يا ابوي هذه الرؤية تبين انك بعد سنه كذا والسنه اللي بعدها يصير كذا واللي بعدها يصير كذا وبعد 50 سنه هذا اللي بيصير هذا مطلق هذا اللي حاصل امامكم الان وانت الان تو تناقض كلامك الان لا ما تناقض لا 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 تناقضت العرض سلام كلام طيب خلينا نتكلم طيب تفضل الغيب نوعين غيب مطلق وغيب جزئي الغيب المطلق انك من رؤية تعطي الانسان هذا من تفسير رؤية لين ما يموت ايش يصير له هذا غيب مطلق لكن الغيب الجزئي اني انا اقول انت بتتزوج انت بتسافر انت بتمرض شيء جزئي في حياته وبعدين بعدها ما ادري ايش يحصل له هذا غيب جزئي جميل احنا نتكلم في هذا الغيب ان الرؤيه تتكلم على ماضي هذا يصير راح جميل. وتتكلم على حاضر هذا انت موجود فيه وتتكلم على مستقبل هذه الرؤيه لما تيجي على المستقبل احيانا تعبر الرؤيه تقول لي واحد كذا وكذا قال حصل معناته هذا حصل انت تكلمت على ماضي احيانا تتكلم في تفسير الرؤيه تتكلم على حاضر هو عايش فيه احيانا انت تتكلم عن الرؤيه تكون ما هي موجوده لا ماضي ولا حاضر هي في المستقبل لسه هذا صاحب الرؤيه بعد فتره يشوفها امام عينه هذه اللي هي اجزاء التفسير الرؤيه يا ماضي طيب. حاضر زي المراه اللي جات اللي بن سيرين قالت له كذا كذا قالت له حصل لي قال لي ايوه هذا اللي حصل لي في رؤى فسر بن سيرين في المستقبل تحصل تحصل زي كذا طيب كلها في استاذ عبد الله اسمح لي يعني كلها في المستقبل ما في شيء في يعني نرجع الماضي وانت الان سلم كلام معليش يعني لا حتى في تناقض في كلامك قبل شوي بخصوص العلم يعني تقول سلام كلا لا أن لازم واحد يثني الركب عند العلماء وتقول لي موهبة يا أستاذ عبد الله خليك حدد في كلامك طيب استني أنا أنت أنا جاوبتك في النهاية يعني أعطيتك الملخص إنه هذا لما أنت تكتشف إنك أنت موهوب في هذا المجال تقوم تروح لأهل العلم تأخذ من أهل الحديث من يكتشف الموهبة أنت تكتشفها وغيرك يكتشفها يعني أنا بعد أقول بكرة أنا موهوب أفسر أحلام أستاذ عبد الله حدثني بالعقل يا أخي لا أنت كيف يا خالد كيف أسلوبك خلينا واقعيين أستاذ عبد الله لا الأسلوب إنك أنت يعني أعطيك مثال أنا أعطيك مثال عن نفسي أنا ما خططت إني أصير مؤول زي بعض الناس أنا لا أنا عشت حياتي تأثرت بأسرة طيب أهدى أستاذ عبد الله زين أهدى جميل زين أهدى طيب معلش يعني استاذ عبد الله عشان ما نطلع برا الموضوع خلينا استاخذنا استاذ ناصر رايك بما قال الاستاذ عبد الله والله تناقض وقال انه موهبه وكيف في الاخير قال انك على هذا اللي تروح عند وضح التناقض اللي تناقض تروح عند اشخاص ثم تكتسب منهم ثم تصير عندك الموهبه ثم ما تبع لانه هي فراسه من الله سبحانه وتعالى هذا يدل على الاستاذ عبد الله انه يعبر الرؤى انه يمكنه انه كان يجلس عند مشايخ او معبرين الرؤى ثم اكتسبها بطريقته الخاصه. لا هو يقول اني موهوب من اول واكتشفت موهبه في نفسي ورحت عبرتها. كيف تكتشفها؟ ايه؟ هذا السؤال كيف تكتشف الموهبه؟ انا ما ادري هذا السؤال. ايه؟ انت كيف تكتشف الموهبه فيك؟ انا بفضل الله سبحانه وتعالى لما كان عمري تقريبا 16 سنه. طيب جميل واصل ابغى الرد على الاستاذ ما قال الاستاذ عبد الله. طيب. اواصل ولا اواصل؟ ايه فرايت رؤيه وجيت للوالد. فبلغت الوالد عن الرؤية قال لي ايش تعبيرك لها قلت تعبيرها كذا وكذا قال صدقت هذا تعبيرها والعلم عند الله سبحانه وتعالى
فمن هنا اكتشفت انه موجوده الرؤيه. والشيء الاخر اللي هو الفراسه، يعني احيانا اجلس مع اشخاص او ممكن اتفق مع اشخاص في اشياء ثم في اللحظه الاخيره لا انهي الاتفاق قبل ما يعني ننهي يكون في اتفاق، يعني يكون في مبدئي ولا اكمله. فليش؟ لانه احس انه الشخص الامامي او الشخص اللي مقابل لي يعني في اشياء حسيت انه فراسه من الله سبحانه وتعالى انه هذا الشخص ما هو جيد او شيء او ما هو ثقه. لكن اتكلم عن التعبير الرؤيه فراسه، مو انك تروح تقعد عند احد المعبرين ولا احد المشايخ وتسمع منه ثم تستقطب من فلان وفلان وفلان ثم الاخير تطلع في التلفزيون كما هو حال بعض البعض ثم يقول انا معبر رؤى، وتلقاه يتصدر على القنوات ويحط نفسه يعني من اكبر المعبرين وشيء من القبيل، ولا يفقه شيء عن التعبير، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. طيب ممكن استاذ ناصر بعد نفس الكلام، بعد واحد بكره يطلع يقول لي سلمك الله يعني اي ممكن لكن تسمع والدي نفس الكلام. إيه نعم، كيف تبين الرؤيه هنا؟ تعبير الرؤى، لاني انا اسمع، انا طبعا انا بقول لك انا تابع المعبرين الان في القنوات. احدهم مثلا يجي مثلا يرى وش الرؤيه اللي موجوده عند الشخص ثم انظر الى ما يوافقها في الكتاب والسنه يقول والله كذا. مثلا اعطيك قبل فتره سمعت احد المعبرين جاب مثل انه الخشب، قال هذا انه طبعا تعبير الخشب انهم المنافقين، الله سبحانه وتعالى يقول كانهم خشب مسند. هذا احد المعبرين. نعم ذكرت في المنافقين، هو لا هو جاب التعبير على انه منفعه وانه شيء زين وانه حاجه كويسه للشخص واحتمال يمكن تتم وما تتم، لكن لما لو تكون حديد تتم على طول، وهنا العكس نهائيا، ما له علاقه بتعبير الرؤى نهائيا. جميل. تختلف نهائيا. نعم. يعني هل ترى انه قصور في علمه الشخص هذا؟ اكيد. طيب. قصور في العلم، وان انا حضوري هنا للقناه الله يحفظك حتى نبين ان معظم وليس القله، معظم المعبرين الموجودين على القنوات الفضائيه الان معظمهم يعني لا يفقهون شيئا في العلم، وانما يحاولون يماطلون ويخدعون الناس بحديثهم وكلامهم واسلوبهم في ترتيب الكلام وتنميق الكلام حتى يعني يحصلوا على اكثر يعني شعبيه او شيء من القبيل. نعم. يعني اذا المقصد انك ان بعض المعبرين يكون سلمك الله في يعني كنت اجابات تكون بعضهم فيها حيل ولف ودوران. نعم صحيح. للحصول على اكبر الشعبيه. نقطه بسيطه بس، الشخص الذي يطيل في التعبير اعرف انه يحاول يقنعك باي طريقه. جميل. لكن المعبر الصادق هو الذي يعطيك الرؤيه موجزه قصيره جدا وينهي من دون اسئله كثيره. استاذ الكريم كيف ترد على هذه النقطه وانت الان تعبر تعبير طويل؟ طيب. تابعتك انا اول شيء كم مساله حسابات الحين اساس برنامجنا حسابات؟ لا قصدي اجابات. اي اجابات اتفقنا. إيه استاذ؟ طيب. احنا ما في حسابات. طيب. بين الضيوف اجابات. اسف. إيه. يا اخي انت إيه. اجابات. اي اجابات. في استاذي على اساس ان البرنامج هذا على انه يقول ان الرؤيا ما تعبر من القران ولا لا؟ نعم. طيب الحين هو ينتقد مفسر احلام انه عبر الخشب انه منافقين وانه حطها في خير. ويقول انه نعم. القران يقول ان هذه المنافقين كانهم خشب مسنده. طيب رد في النقطه هذه. طيب برد فانه هو هذا شيخ انه يعني يستنكر على هذا انه عبرت الخشب بالمنفعه وهي منافقين. يعني معناته رجع الى القران. فاذا هو فعلا هو اللي ينتقد نفسه ولا ينقد نفسه انه اذا هو فعلا انه الرؤيا ما تعبر بالقران ما كان اخذ على المعبر هذا كان ما عاتبه صار هذاك غلط انه حط الخشب منفعه هو يقول لا ان الخشب نفاق. نعم. معناته ليش رجعت للدليل؟ هذا دليل على انه الرؤيا مستمده من القران. طيب هذا سؤال. جاوبنا عن النقطه الثانيه قضيه التعبير الطويل. الحاجه الثانيه قبل ما عبد الله هدي شوي جاوبنا عن النقطه سلمك الله زين التعبير مساله معبر يطير في التعبير. طيب يطير قبل ما اجاوبه كمان على هذا السؤال. طيب. أنا أشوف شيخي إنه مركز على المفسرين اللي في القنوات. أه. المفسرين يطولوا المفسرين يطولوا. طيب ممكن الرؤية تحتاج تطويل. ابن سيرين كان يشرح الرؤية وكان يوضحها، ويوسف بن يعقوب شرح لنا في القرآن وقال لهم على السنين وقال لهم حتى إنه مو بس شرح لهم حتى إنهم جاب لهم عام ما كان مصرح في الرؤية وقال لهم عام فيه وغاث الناس وفيه يعصرون. هذا ما كان مصرح في الرؤية، الرؤية على البقرات وعلى سنابل ما لها علاقة بالعام هذا. فكيف ان يوسف طول في الرؤيه في التفسير؟ ليش ما اختصرها وهذا؟ فانا ما اشوف انك انت لما اي معبر يطول في الرؤيه انه هذا دليل على غلط ولا دليل على انه هو يسحب الناس ولا انه هو بيسوي شعبيه، سوي شعبيه زيه انت. طيب اتكلم كمان زيه. لا لا لكنه استني لكنه هذا مو صحيح. ليه؟ لانه لو الرؤيه فيها خمسه ولا سته شواهد مستدل يبغى له هذا قال شيء خمس دقائق عشان يشرح. طيب ليش ما ترد عليه مباشره؟ استني وبعدين الناس حبيبي خلي كمل. والناس حبيبي عامين بعضهم ما يفهموا
بعضهم لازم تشرح له بهدوء وتبين له هذه الآية أو تبين له الشاهد اللي شافه، لأنه مو كلهم متعلمين عشان تشرد له تقول له كذا وكذا وكذا، بعضهم ما يفهمه. أنا بعض المتصلين يتصل بي يقول لي أنا شفت بعير، تعرف البعير يا شيخ ولا لا؟ أنا ما أعرف البعير. في واحد يقول لي شيخ أنا شفت إني في سوق، عارف السوق؟ يعني بعضهم ما يعرف يتكلم. اسمح لي استاذ عبد الله، تناقض أن تقول شيء في الفراسة وبعدين تقول علم. طيب لحظة، أنا خلينا دحين أجاوب عليه. طيب. أنا أشوف إنه مركز على المفسرين وعلى القنوات. المشاهد الآن يتابع. هذا حلقتنا، هذا إيه. أنا دوري أنا لسه أنا ما جاوبت. طيب. أنا من هذا لا تركز على. تفضل أستاذ عبد الله. لا تركز على قوة الإجابة. أنا فهمت من كلامك إنه كل ما المؤول يطول إنه خداع، هذا مو صحيح. ليه؟ لا 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 أستاذ عبد الله، نبتعد عن الألفاظ، اتفقنا. لا لا اتفقنا أستاذ عبد الله، زين اتفقنا، حنا لا نقول لا خداع ولا نقول كذب ولا نقول، نبتعد شوي يعني عن الألفاظ. طيب. هذه هو إيش يقول؟ طيب إيش يقول اللي يطوله في نظرك؟ هو ما ممتازين؟ لا ما قال في شيء، لكن الآن هو بيرد الآن عليك. طيب اللي طوله تفضل. أنا بردك لما استعنت بالآية القرآنية، أنا ما قلت إنه ما يستعين نهائيا بالآية بالكتاب والسنة، ما قلت لك كذا. أنا أقول لا يستعين دائما بها. أنت تقول لحظة، لا أنا أكمل، خليك أنا أقول أنه يستعين بالكتاب والسنة نعم، لكن مو بشكل دائم ولا دائما نقول مو أنا أتكلم هذا الآن الوقت، إذا جاء وقتك تكلم عن راحتك. أنا أتكلم أقول أنه مو لازم أنه يستعين بالكتاب والسنة، هذا رقم واحد. رقم اثنين، أنا لما ذكرت الآية فعلا هي تدل على المنافقين ولا تدل على شيء آخر في الرؤية. الشيء الآخر، لما تقول الإطالة، هم الإطالة الفاتورة يدفعها الشخص المتصل ولا تدفعها أنت، هذا رقم، ولا أو تدفع القناة إذا كانك بتقعد 10 دقائق. وأنت إيش دخلك فيهم؟ خليهم هم اللي أنا أتكلم، يعني أنت شايل همهم دحين هذول الناس. خلني تعطيني مجال نتكلم، خلي تكلم، أنا أعطيك مجالك تتكلم. يعني هل في شيء ينطبق عليك من هالكلام؟ لا أنا خلاص إذا خليني أتكلم، أنا أتكلم. طيب إذا كان في شيء يعني أحس إن كانوا اللي يشوف كلامك يقول كأنه هذا يعني يهمك أمره المالي. طيب هو المتصل، نعم يهمني أمر المسلمين، يهمني أمر المتصل. تفضل سيد، المتصل إذا كان مغرر به أنه يبين الشيء هذا وأعطيك أقرب دليل. شخص الآن يقول لك العلاج الشيء الفلاني أنك تستخدم العشبة الفلانية أو شيء، والعشبة الفلانية ممكن تسبب له تلف، مثل المرة الآن لما أجي أقول له استخدمها لمدة أسبوع قد حبة اللوز ومدة أسبوع لها واحدة، هذا ممكن تأثر على الكلى ثم فشل كلوي. أعتقد أنه تسويق. نعم تسويق، تسويق. نعم. فلذلك أنا أتكلم مثل الطبيب لما يتكلم، يعني يقول ينصح يقول لا تروح للطبيب الشعبي، تعال للطب الحديث. فأنا اللي أتكلم الآن عن أنه المعبر، أنا أقولها وأتحمل كلامي هذا، إذا تجاوز تعبيره الدقيقتين فهو يعني يعلم أشد العلم أنه يخدع المتصل وانه ياخذ منه اموال يخدع. طيب نعم. تقول ما في كلام، لا خلنا نكمل كلامي، رد علي بعدين. طيب خلنا نتفق استاذ ناصر، بس ما كملت. ما كملت بدون الفاظ استاذ ناصر، انه لو انت تصب. طيب خلنا نشيل كلمه المصطلح، نحط مصطلح اخر. نعم. انها تصب في مصلحه القناه رقم واحد، ثم المعبر. والمتضرر الوحيد هو المتصل، وانا ما اتكلم الا عن علم وخبره الشيء هذا. نعم. الأستاذ عبد الله يقول شان نوضح في هذا العلم انه قد استاذ يعني اساله بعض الاسئله، خلينا نشوف الان رد الاستاذ عبد الله على ما ذكره الاستاذ ناصر. تفضل. هذا مو صحيح اني انا اطول، هذا انا اكلم جوالي العادي، لا استفيد انا ولا شان الاتصالات تستفيد، واخذ بالرؤية 10 دقائق وربع ساعه. اتكلم عن التلفزيون لو سمحت، انا ما اتكلم عن الجهاز، انا اتلقى اكثر من 500 اتصال على جهازي. شوف يقطعني، شوف استاذ ناصر، خليه يكمل، خليه يكمل عشان يكون حديث واضح. أنا تفضل، ما تكلم الشخص. لا أنا أقول لك يعني أنا لما أنا أعرف يقصدني أنا. لا 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 ما لا في ما في أنت الوحيد، ما في البلد، ما في أحد يطول في التفسير إلا أنا وأتحدى، في أحد يطول في شرح الموضوع. إذا أنت تهمت نفسك أنت أستاذ عبد الله، اسمح أستاذ ناصر، زين نحن لا نقصد معبر بعينه، والله لا أقصد أحد، وأنت لا تفكر يا ابن الحلبي، فك القنوات كلها، أتحداك تلقى مفسر ياخذ في الرؤية أكثر. لا لحظة في، لا نريد أن نذكر سلف كلام أستاذ عبد الله. أنت خلينا نجاوب، خلينا نجاوب. أنا بسألك، لا تفكر أنه يقصدك أو أنك أيضا كذلك يقصدك. نحن لا نقصد أحد بعينه، واقع سلف كلام، وأنا معكم. طيب تفضل، ما نقصد، يلا أنا أقول، بس أنا أقول لك إني أنا أكلم في شوف دائما الإنسان في بطبيعته، أنا أفسر في الجوال، جوالي الخاص لا قناة تستفيد ولا شيء، أشرح الرؤية كأني على الهواء،
وأنا في الشارع مع أصحابي ولا في المسجد أفسر الرؤية بكل نفس طريقتي، وأنا على الهواء أفسر نفسي، ما عندي إني في التلفون أختصر ولا في الشارع أختصره وفي التلفزيون أطول، لا والله يشهد الله على هذا الكلام إني زي ما أفسر وفي القناة وفي كل مكان حتى في الحلقة أفسر الرؤية بطبيعتي، تأخذ دقيقة تأخذ دقيقتين تأخذ خمس دقائق تأخذ هذا. بعدين أقول لك حاجة في علم الرؤية، فوق التفسير في حاجة اسمها طب نفسي، ترى معبر الرؤية زي الطبيب النفسي. ليه؟ يجي يعني إذا كانت الرؤية فيها بشارة يبشره ويسألوا إنه يتصدق على نفسه عشان ربنا يبارك له في هذه البشارة، وإذا كانت نذارة يعني أستاذ عبد الله أنت صرت طبيب نفسي؟ أيوه تحتاج منك النصيحة. طيب والدليل إنه يوسف بن يعقوب لما الاثنين الفتيان خلينا نعود الآن بعد الموضوع، الآن بعد الموضوع بعد ما نشاهد هذا التقرير. سلم كلام الداعية ضاوي الشيباني فسر رؤية تتكلم عن البقاء أحد الأندية، وأيضا كذلك أنه مثل ما ذكرنا أنه يتحمل كل ما قال له، أيضا هو الرؤية تقع وقد لا تقع والعلم عند الله سبحانه وتعالى. تفاصيل في التقرير التالي، شاهدوا معنا. الداعية ضاوي الشيباني أهلا وسهلا بك. الله حيه ومرحبا ويا هلا ومرحبا يا أخوك. طبعا الداعية ضاوي الشيباني اشتهرت بتعبير رؤية لنادي الهلال الرياضي، طبعا هو العلم عند الله سبحانه وتعالى في وقوع الرؤية أم في تفسيرها. حدثنا عن هذه الرؤى واللي يعلم المشاهد أنها كلها بإذن الله سبحانه وتعالى. أول شيء قبل أبدأ في آية في سورة اللي هي الحمد، إياك نعبد وإياك نستعين، فحنا لا نعبد إلا الله عز وجل ولا نستعين إلا بالله عز وجل، ولا يقع شيء إلا إذا أراد الله لكن فيكون معي، ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فما يعني ما نعلم الغيب لكن الله اللي يعلم الغيب، وأنا أقول على حسب الرؤى، أنا مفسر لست كاهن أو أمور ذي أو دجل أو ذي، أنا مفسر، وإذا وقعت فهي من الله عز وجل. أنا رأيت رؤيا، اصبروا على سامي سيحقق لها سوية، قمت من النوم وفسرتها إن سيأتي مشاكل بسيطة وهي الآن المشاكل، واصبر على سامي سيحق له سوية، وفعلا بإذن الله سيحق له سوية، وفوق ذلك سيستمر لرؤية. قبل أيام جتني رؤية، يقول لي المشاهد يعني بشكل عام يقول لي الرؤية، أنا أعطيكم الرؤية بنصها، يقول رأيت إن كان الاتحاد والشباب يلعبون مع بعض وكان سامي على الخط وأنا واقف معه، يقول الشخص ذا بدون ذكر اسم هذا الشخص، وكان في يد الشخص ذا مسبحة، يقول ويقول نظرت ما شفت في الملعب إلا وليد عبد الله حارس الشباب. فقلت هذه الرؤية تتحدث عن وضع سامي الجابر، وهي باستمرار سامي كمدرب، وأن أمره متعلق بصاحب القرار ورئيس النادي أو مدير النادي أو المسؤول عن النادي بشكل عام. شيخ الداعية ضاوي، الآن وقوع الرؤى أو الرؤى في الرياضة هل تقع غالبا؟ والله أنا يعني بعض الناس يستغرب هل هي تقع أم لا، أنا أقول ارجعوا لموقعي في تويتر، فيه مسيرة الهلال في آسيا كنت أفسر الرؤى له، منها من ضمنها أنه في يجي إشكال عليه مع فريق الأهلي الإماراتي، ومنها أنه يتأهل من المجموعات، ومنها أنه يتأهل من 16، وكانت آخر مباراة فسرتها بفوز الهلال اللي هي الرؤية اللي فيها السفينة الصفراء والغراب، ونجت موجة كبيرة زرقاء فغطت السفينة، فقلت هذه أهداف الهلال بتصير أهداف كثيرة فوق 3 وزياد، وفعلا وقعت المباراة اللي هي مع الأوزبكي ففاز الهلال ب3. إذا نقول الداعية ضاوي الشيباني هلالي؟ والله أنا هلالي، شوف أنا بقول لك الجد، أنت بالجد أنا هلالي، لكن ما مسألة أني خلاص ضد النصر أو الاتحاد أو الأهلي أو الشباب أو أي نادي كان، لأن نحترم الأندية كلهم، وقبل أصير أشجع الهلال فأنا أحب المسلمين أول شيء، هذه وحدة. الثانية أميل للهلال طبيعي، لكن لو جتني رؤية للنصر أو للشباب أو الاتحاد أنا ما عليهش، يعني يمكن ما أقولها أمام الناس لكن أقولها له من تحت لتحت يعني. هذا يعني احتراما للجمهور الهلالي، لكن أقول للهلاليين اصبروا وأبشروا بالمفاجآت، وأبشروا 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 بآسيا بإذن الله جل في علاه، وأبشركم بعد في رؤى أن الهلال سيصل حتى يمكن يصل إلى الثالث أو الثاني أو الأول في أبطال العالم.